حضرتك ايه هو القرار المنتظر اللي من الرئيس السيسي ان هو يتخذه اول ما يتولى المنصب؟ بص هو مش قرار، بس انا حاسه ان هو السيسي راجل على جد، واخد الامور جد شويه، خلي الناس تتفاصل اكتر، يعني انا شايف الناس يعني اللي بيشتكوا على الاقل مثلا زي يا فندم اولوياته لما يكون رئيس الجمهوريه. يفرق عن ايه يا فندم؟ على المعتقلين السياسيين. يا فندم اتفضلي يا فندم. ما بقول لك هو ده بيركز على الاقتصاد والامن بس كده يا فندم؟